Millions of Egyptians came down to the streets in nationwide protest. This uprising defies any definitions. People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. بتتذكر قد ايه بالظبط؟ خليني احكي لك القصه ابتدت ازاي. ابتدت لما شويه شباب جدعان عشان يحاربوا الظلم والفساد والفقر. ميدان التحرير! انا قابلت مجدي عاشور في الميدان. مجدي عاشور هو احد اعضاء الاخوان المسلمين. كنت في يوم من الايام اتوقع ان نقف في ميدان التحرير متضامنين كلنا مع بعض؟ كان بالنسبه لي هتبقى صعبه. لو اخر نقطه دم طلعت مننا قوات مسلحه مش هيطلع طلقه فيكم. والرجاء اللي معاه حاجه يلمها خمس دقايق ولا حاجه تقول على الله. احنا هنعمل ايه دلوقتي عم مجدي؟ انا مش هفرح لما انت تاخد رصاصه في دماغك وتموت يعني. لان هي طبعا حكايتنا محدش بيحكيها غيرنا احنا. هيقول ليه ده في حرب في الميدان؟ دي مش ثوره لا. صفقة مع الجيش. هو السيد محمد مرسي رئيس الرعيه. عارف يا مراندي، انا بحبك لكن بكره جماعه الاخوان المسلمين. حق الاخوان يقفوا مع المجلس العسكري، المجلس العسكري اللي قتل شعبه. خدوا الميدان واعملوا الناس عايشينه.